كان على حسب التقارير الانجليزيه بيقول ساوث جيت طبعا المدير الفني للمنتخب الانجليزي الاقرب لتولي مهمه الاداره الفنيه للمان يونايتد الموسم القادم. قبل ما نطلع قبل ما نشوف نتائج الجوله ال 37 عايز اسالك سريعا كمان على ليفربول ويورجن كلوب. تقييمك لمشروع يورجن كلوب في السبع سنين اللي فاتوا مع ليفربول؟ يعني طبعا ناجح بامتياز. في البدايه برضه هنرجع للنقطه الاهم اللي هم بيقيموا على اساسها الميزانيه المطروحه قصاد الانجازات المطلوبه. برافو عليك. ده اجاد فيه بشكل كبير جدا. اعاد ليفربول من بعيد، وصل معاهم في البدايه لنهائي اليوروبا ليج وخسروا قبل قدوم صلاح والصفقات الكبيره. كان في وقت من الاوقات صلاح الصفقه الاهم والاكبر، لكن في السوق وقتها ما كانش هو اهم لاعب ولا اهم خمس لاعبين. يعني ممكن اهم 10 كمان. فهو قعد اكتشافه، عمل الثلاثيه التاريخيه، قدر ان هو يكون فريق شرس قادر على هزيمه الكبار ويحقق البطولتين الغائبين، بطوله غايبه من 3 عقود وبطوله غايبه من عقد ونص او 15 سنه، فبيرفع دوري الابطال وبيرفع الدوري الانجليزي. في نهايه الرحله نقدر نقول بالمقارنه العوائد مع المصروفات، لا هو ما كلفش النادي شيء، واعاد الهويه واعاد البطولات للنادي، وساب النادي مدجج بالنجوم اللي ما كانش حد يتوقع يكون ده حجم نجوميتهم يعني. طيب بالرغم ان ليفربول هينهي الموسم دوت كمان موجود في الشامبيونز ليج السنه اللي جايه، لكن بعض الناس شايفه ان النهايه ما كانتش حلوه الحقيقه ليورجن كلوب. هل كان في غلط ان هو قال في مؤتمر صحفي في وسط الموسم انه ده اخر موسم بالنسبه له مع ليفربول؟ كان بدري شويه يقول الكلام ده. هل الازمه الاخيره مع محمد صلاح والجدل فيها اثر على يعني ما بين قوسين كده نهايه ليفر عقد، يعني نهايه عقد او نهايه فتره جميله جدا يورجن كلوب مع ليفربول انتهت بشكل مش احسن حاجه؟ احنا يوم المؤتمر كنت هنا انا مع حضرتك، وقلت لحضرتك ان اللي عمله كلوب ما ينفعش حد يحكم عليه في المطلق، سواء هو ايجابي او سلبي. ده الزمن اللي بيحكم عليه، لان في طباع من اللاعبين والمؤسسات بتحاول انها تقدم هديه للناس، يعني للشخص اللي قاعد معاهم الفتره دي كلها، وبتبذل مجهود مضاعف، فبيكون لصالح الفريق. وفي نوعيه ثانيه الامور بتفك خالص وما بيكونش حد حاطط الموضوع في دماغه اساسا، يعني خلاص موسم وهيخلص والراجل ماشي يعني، وفي تجربه جديده. فللاسف اللي حصل في ليفربول كان السيناريو الثاني. يتحمل جزء من الخطا طبعا، لانه هو اضرب بجوده اللعيبه وبالجزء العامل النفسي عندهم وباحوال الفريق. فالنهايه طبعا كانت سيئه جدا لانها كانت تتعلق بالعامل النفسي اكتر. انت بتتكلم ان صلاح وكلوب هم اهم شخصيتين في الحقبه التاريخيه لليفربول، وكانوا دايما دورهم مرتبط ببعض، واللي عملوا مع كلوب مع صلاح رده بالانجازات غير المتوقعه والارقام الفرديه العظيمه جدا. فكان المشهد النهائي يجب ان يختتم بمشهد ايجابي بين الاثنين، او لا يختتم خالص بمشاهد مؤثره يعني. كانت اللحظه الاهم اللي هتفضل هي لحظه رفع تتويج الشامبيونز ليج، رفع درع الدوري الانجليزي. لكن للاسف هو بيغادر، واللحظه الاهم هي مشاجره مع محمد صلاح. خدت مساحه كبيره في الصحف العربيه والصحف الانجليزيه، لقطه مؤثره لانها تتعلق بشخصيتين كبار مؤثرين في تاريخ ليفربول. فطبعا ما كناش نتمنى ان تنتهي كده، ولا كلوب نفسه كان يتمنى ان تنتهي كده. اكيد حتى كلوب ما كانش يتمنى كده. طب هاتوا لنا كمان ترتيب الدوري الانجليزي لغايه الجوله 37، ناقص مباراتين للمان سيتي ومباراه وحيده للارسنال، وتصدر الارسنال لغايه دلوقتي بفرق نقطه واحده، ولكن مان سيتي لسه عنده مباراه اقل ب 86 نقطة. المان سيتي في المركز الثاني، ليفربول في المركز الثالث في دوري الأبطال السنة الجاية، أستون فيلا كمان اللي عامل موسم أكتر من رائع. هنشوف الترتيب وهكلمك على ناديين ثلاثة، يعني أستون فيلا من الأندية كمان اللي عاملة موسم أكتر من رائع. المركز الخامس توتنهام، السادس نيوكاسل، السابع تشيلسي، مانشستر يونايتد في المركز الثامن بعيد عن المشاركات الأوروبية. المركز التاسع ويست هام يونايتد، في المركز العاشر برايتون، ال11 بورنموث، ال12 كريستال بالاس، وولفهامبتون في المركز ال13، فولهام في المركز ال14، ايفرتون والبقاء في الدوري طبعا بعد يمكن عقوبات كثيره جدا وخصم نقاط للتلاعب المالي في المركز ال15، برينتفورد في المركز ال16، ونوتنغهام فورست ولوتن تاون بيرنلي وشيفيلد يونايتد في المركز الاخير. محمد عايز اكلمك على صحوه كده متاخره من تشيلسي ومباريات رائعه وعوده لنتائج جيده جدا، كمان شايف تشيلسي وعلامه الاستفهام الكبيره بالنسبه لتشيلسي وعدم حتى وصوله ل يمكن لغايه دلوقتي او الموسم الجاي في احد المسابقات الاوروبيه، شايف تشيلسي ازاي ومستقبله مع بوكيتينيو الموسم القادم؟
يعني ممكن تكون تجربة تشيلسي مشابهة جدا مع الفرق في النتائج، يعني مع تجربة أرسنال مع ارتيتا في بدايتها. يعني ارتيتا لحق الأمور من بدري، لكن بوكوتينيو ما لحقش الأمور من بدري، لكن استفاقة متأخرة. مش استفاقة في مجرد النتائج، لا، في حيل خططية، في إعادة للاعبين خارج الحسابات تماما زي بالمر بيكون النجم الأول. فيبدو ان الراجل بدا يألف الجو مع اجواء تشيلسي والبلوز، يعني فبقى في شغل كويس خططي انعكس على النتائج.